الله ياخذ هالكلاب، الله ياخذ هالكلاب اللي مرضت ولدي، الله ياخذها من العالم كله. كثير من الناس يحبون تربية الحيوانات الأليفة ويعطفون عليها ويهتمون بصحتها، لكن بالمقابل في ناس تكرهها، تكرهها كره شديد بسبب أو بدون سبب. أحد مراجعيني في العيادة سولف لي عن قصته، يقول: دكتور، من صغري وأنا أحب الحيوانات الأليفة وخاصة الكلاب، كنت أتمنى أبوي يجيب لنا واحد في البيت نربيه. كان يفكر في الموضوع، لكن صار شيء خلاه يكره الكلاب كره شديد. شنو اللي صار؟ اللي صار في يوم من الأيام أخوي العود وهو راد من المدرسة لحقه كلب. أخوي قام يركض والكلب يركض وراه، أغمى على أخوي وعض الكلب. شافوه ناس ودوه للمستشفى. يوم ودوه للمستشفى قالوا له الأطباء: ولدك مصاب بالسكر. تخيل يا دكتور مشاعر أبوي، مشاعر الأبو لما يجون الأطباء يفاجئونه إن ولدك اللي كان ما في شيء أصيب بمرض مزمن، أصيب بالسكر، بيتعايش معاه طول حياته. خلت أبوي يحزن على أخوي ويعتبر الكلاب هم السبب، ويعتبرهم مخلوقات سيئة ومؤذية، وصار يتمنى كل الكلاب يختفون عن الدنيا. ويقول: لو مو بحرام كل كلب أشوفه ذبحته. تصدق يا دكتور، بالرغم ما في طبيب أكد أو نفى أن الصدمة كانت سبب الإصابة، أبوي كل ما شاف أخوي ارتفع عنده السكر قال: الله ياخذ هالكلاب، الله ياخذ هالكلاب اللي مرضت ولدي، الله ياخذها من العالم كله. صدق صار أبوي يكره الكلاب. أنا كنت حزين على أخوي، حزين وايد، بس كنت أقول إذا الكلب شرير يعني كلب واحد شرير، بس مو كل الكلاب، مو كلهم كذي. وصرت كل ما أروح عند ربعي بيوتهم أزورهم اللي عندهم كلاب أشوف حركاتهم الحلوة ووفائهم لأصحابهم. أتذكر أمنيتي إن يكون عندنا كلب، أمنيتي اللي صارت بعيدة. مرت سنوات وتزوجت وكونت عائلة. ولدي خالد يوم كبر صار عمره 7 سنوات، عرفت انه ورث حب الحيوانات الأليفة، طلع على ابوه. اتفقت مع زوجتي ان يجيب له كلب صغير يعتني فيه ويتعلم المسؤولية من خلاله، والحمد لله من البداية كان قد المسؤولية. ما خبرت ابوي لان رغم مرور السنين للحين في قلبه كره شديد للكلاب ويحتقر مربينها. بس قلت حق أمي الله يحفظها وأخوي العود اللي تقبل مرضه وما عمره لام الكلاب على حالته الصحية، كل ما يزورونا أهلي البيت كنا شو نسوي؟ نخش الكلب أليكسي، احنا سميناه أليكسي، نحطه في غرفة مكيفة فوق السطح، وبعد ما يمشون الأهل نرجعه لمكانه. لكن مرة من المرات زارنا الوالد على غفلة وكان جايب معاه سمك، وطاحت عينه على أليكسي كلبنا، وهالشي خلاه يتضايق، فقد أعصابه يا دكتور، وبدأ يصارخ ويقول: تستقفلوني؟ تستقفلني؟ تجيبون كلب بيتكم؟ وانتو تدرون اش كثر أكره الكلاب؟ انت تبي ولدك يمرض؟ تبون خالد يمرض؟ تبونه يمرض نفس عمه؟ تبي يمرض نفس اخوك؟ شوف اخوك العود صاده سكر من هالكلاب، من هالكلاب الوسخين، تبونه يتعب طول عمره ولا شلون؟ ابوي فعلا فقد اعصابه، قط اللي في يده وطلع برا البيت معصب، وركب السياره وراح. لحقته للبيت، وقعدت انا وامي واخوي نهديه ونحاول نقنعه ان الكلب أليكسي مو مؤذي وان خالد وايد يحبه. هدأ الوالد شوي
بس مو مقتنع. وأنا صرت في حيرة، ما أبي أزعل أبوي وما أبي أكسر قلب ولدي اللي تعلق بالجل، تعلق فيه وايد. وبعد أيام مر علينا أبوي مرة ثانية، قعد ومزاجه نص ونص وكان ساكت وهو يراقب الجل يلعب مع خالد. وقام أليكسي وهو يلعب ينبح، وهني أبوي صادته حالة سيئة، حالة هستيرية. قام يصارخ: بتذبحون الولد، بتمرضونه، إذا ما طلعتوا هالكلب ما راح أجي بيتكم. أشوف أبوي صار وجهه أحمر، خفت يرتفع عليه الضغط. هني ولدي الله يهداه قام يصارخ ويقول: يدي أنا بيت كلب ما تطلعونه. قمت هاوشته قلت له: خالد لا تردد يدك، يلا روح غرفتك. والله ما كنت يعني أعنيها، بس لازم كنت أهدي أبوي، ريال عود والانفعال له مو بزين. وقمت بست أبوي على راسه وقلت له: يبا اليوم الكلب بنطلعه من البيت ولا تزعل. وسمعت صوت الباب ينفتح وينصك بالقوة. من شدة الصراخ ولدي كان متوتر، لكن لما سمعني أقول إن شاء الله حق يده انكسر قلبه وركض بطل باب بالبيت. طلعنا كلنا ندوره في الحديقة، أنا وأبوي وزوجتي والشغالة، ما لقيناه. ما عرفت شو أسوي، ولدي. مرت 20 دقيقة ولدي عمره ما يتجاوز 7 سنين. رجعت البيت، قلت يمكن رجع البيت. طبعا أم خالد بدأت تصيح وتصرخ، وأبوي من الخوف على خالد صار كنا ورقة بيضة. بطلت الباب بطلع مرة ثانية أدورة قبل لا أبلغ الشرطة، إلا الكلب أليكسي سبقني وراح وقف عند السيارة. بسرعة رحت وبطلت الباب الخلفي، لقيت ولدي قاعد فاتح عينه ساكت ما يرد، وكأنه ما يشوفني ولا يسمعني. حاولت وياه وايد ما يتكلم، ما صاح. قلبي قام يعورني، ولدي ما أدري إيش فيه، وعلى طول المستشفى. وزوجتي معاي وكانت خايفة وايد. بعد فترة انتظار مرت علي كأنها ساعات طويلة، وأبوي كل شوي يتصل يبي يطمئن. قالوا لي الأطباء: ولدك مصاب بصدمة قوية وهدأ، طلب يشوف بس أمه، ما يبي يشوف أحد ثاني، حتى ما يبي يشوفني. ويوم دشت لأمه قال لها: أنا أكره يدي، أكرهها، يدي ما يحبنا وما أحب أبوي، يبي يودي الكلب بعيد عنا. ليش؟ الطبيب قرر يخلي ولدي تحت الملاحظة، وظلت أمه معاه. رجعت البيت وكان أبوي قاعد في الصالة، والمفاجأة أن الكلب قاعد يمه. الله يسامحني، حزتها ما قدرت من ورا قلبي. أول مرة أعاتب أبوي على قسوته مع ولدي وعلى عقدته القديمة اللي لازم تروح. وقلت له: يباه كرهت ولدي فيني وفيك، والحين ما يبينا لا أنا ولا أنت، لأن أنت تبي تحرمه من شيء وهو وايد يحبه. أبوي سمع هالكلام وحس في نفسه، حس بالتأثير السيء اللي يسويه صراخه على طفل. سكت مدة وقال لي: أنا كنت خايف من هالكلب يمرض ولدك خالد، لكن أنا اللي مرضته، لولا هالكلب ما لقينا ولدك.
سامحني يا ولدي، سامحني يا يبا. ومن يومها أبوي يحاول قد ما يقدر يتقبل الكلب، وصار يقدره بسبب انقاذه لحفيده. من ذاك اليوم صار يحبه، وتحسنت العلاقة بين أبوي وخالد. الجد مو شخص شرير، فقط عنده عقدة بسبب حزنه الشديد على مرض ولده، واللي خلاه لسنوات طويلة يكره الكلاب، يكره المخلوقات الوفية. لكن احنا كل ما عشنا نتأكد ان صابعنا مو سوى، وان خطأ فرد ما يعني سوء الكل. الحين قولوا لي، تعرفون احد يكره الحيوانات الأليفة بسبب او من غير سبب؟ وإذا في سبب كتبوا لي شنو السبب.